Good morning, مرحبا بكم في نوفل فيديو على روتيني الرمضاني. ماي رمضان روتين ان شاء الله تعجبكم. جينيرالمون في رمضان انا يا ما نرقدش قبل السحور، جو غنقرا حتى نسحر ونصلو ونرقدو، مي دي فوا نقعدو نتفرجو حتى يجي نرقد. اول حاجه نديرها هي اني نوض، نروح لا سال دو بان، نغسل وجهي اي جو باس ديريكتومون ا لا كويزين. ندخل الكوزينة، الحاجة الأولى اللي نديرها هي نشعل الكافيتير، نحط الدوزة تاع القهوة، نوجد الكاس الراجلي، أنا ما نشربش قهوة مي نبغي نوجدهم هكا اون افونس باش ابخي عنده غي ابويي ويخرج القهوة وما يعيطليش. جينيرالمون أنا ما ناكلش في السحور، ناكل ان ياغورت من اليوم، حلو ماكدو دونك جافي غاف انفي باش ناكل، دونك جبنا ان ماكدو للسحور. Une fois que nous le là, je débarrasse déjà la table et après on passe directement à la salle de bain. On reste le sénina, on trouve d'eau, on rentre au salon. جينيرالمون ما نوضش بكري، نوض مع 11 12 سا ديبون، هذا النهار نوض شويه بكري نوض مع 10. دونك الحاجه الاولى اللي درتها هي جي رونجي ما شامبر، بديت بها جي تو شونجي لي درا لي اوس لي تيدوري، كل شيء بدلته. بلا ما نقولكم نمسح توجور الغبره تاع لي طاب دو شوفي لا كوافوز اي لارموار تاعي. دوزيام شوز اللي نديرها هي نفوت كاع على لي فونيتغ تاع الدار، نحلهم و جو باس ديريكتومون بور نيتواي لا سال دو بان اي لي تواليت. الحاجه الثالثه اللي نديرها هي نفوت ديريكت الكوزينه، ما عنديش بزاف صوالح نديرهم باسكو نقي كل شيء في الليل، دونك نرفد غير الماعين نديرهم في البلاكار ونفوت الكوزينه او نفوت للصالون بلوتو، نقيه ثاني شويه، نمسح الزجاج لا طابل اكسيتيرا ونحلهم لي فونيتغ باش ثاني لو صالون تاعي يستهوى. Et puis je passe directement les tessières, c'est-à-dire le couloir, la cuisine, la salle de bain et le salon. Je les désinfecte plutôt, réhajer fifa, parce que ma kach nsiyak bilma kolium. Une fois le ménage est fait et kulchi kun andi nqi, je passe directement pour dresser la table pour ce soir.
جينيرالمون نكمل كل شيء مع الوحده ونص الزوج ماكسيموم. دونك نفوت ديريكت نتوضى ونصلي الظهر ونقرا شويه قران ومن بعد نفوت لا شومبر نريح شويه نقعد نتفرج سينون كونيكتي سينون سور انستغرام بيان سور. مع 3:30 نروح ديريكت للكوزينة نوجد الفطور تاعي باش نريح بكري. انا ما في نمشي في الكوزينة مع جوايه 8 نبدا نحط في الصوالح فوق الطاوله. Bien sûr, une fois que nous le mettons, je passe directement à la cuisine. On en a rien, mais je garde mon deck, mais je garde l'huile. Mon moment préféré après salat l'aïcha, نشعل كاع لي غيرلاند لي عندي كاع الشمع. Je me pose sur le canapé, نجيب un verre de thé ونعاود كاع المسلسلات اللي ما تفرجتهمش toute la journée. Une fois écoulé les séries, je prends ma douche, quelques soins pour mon visage et go dormir. J'espère que la vidéo t'a plu. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo, inchallah, et à bientôt.